الإسكان والمجتمعات العمرانية بسيناء حياة تليق بأرض الفيروز. إنشاء مشروعات سكنية عملاقة في المحافظات شملت مدنا وقرى ومراكز، تنفيذ 2600 وحدة سكنية بمحافظة شمال سيناء. أنشأت الدولة مدينة رفح الجديدة بالمحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، تنفيذ المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالعريش، تطوير المناطق غير المخططة من خلال مشروع إحياء مدينة العريش بتكلفة 225.5 مليون جنيه، توفير مختلف الخدمات بمشروعات الإسكان المنفذة، رفع كفاءة 538 منزلا ورفع كفاءة شبكة المياه الخاصة بقرية الروضة، تجهيز المنازل بالكامل بجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.